مساء الخير، حلقة الثلاث البوصلة. احنا امبارح وقفنا عند حاجة مهمة جدا في تعليقي زي ما قلت لكم الأسبوع ده كله على كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يوم 6 يناير في كاتدرائية السيد المسيح الجديدة اللي افتحها وأشار بإنشائها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا شرحت امبارح كلام مهم جدا ومؤثر بالنسبة لي، أنه ما زال الدفاع عن كتب التراث. طيب ده حكم القرآن زي ما فضلته قال، ودي كتب التراث بلا سياقات تاريخية، بلا ضغوط، بلا لحظة ضعف، بلا أي شيء. كانت الدولة الأموية العباسية في أقوى قوتها، ودي إجماع الأئمة الأربعة بهدم أو بعدم بناء كنائس جديدة، وقسموها تقسيمة حكيتها لكم امبارح. وبعضهم قال نسيب الكنائس القديمة ولا نرممها، وبعضهم قال ولو هدمت نهدمها. يبقى إذن ده إثبات لشيء لحاجتين: واحد، أن الفقه كثيرا مثل ما أقول ويقول الإصلاحيون كثيرا، الفقه كثيرا ما يخالف القرآن صراحة. اثنين، وأنا بعتذر، أنه ليس هناك سياق تاريخي لهذه الفتاوى لتبيين أو للدفاع عن هذا الفقه أو بعض هذا الفقه. وختمت بسؤال إن أنا هتراجع يا سيدي عن كلامي وأقول طيب في سياقات تاريخية قالها فضيلة الإمام الشيخ الأزهر وأنا موافق. يعني ده إقرار، وده سؤال بوجهه لفضيلة الإمام وللمجتمع، ده إقرار أن أحكام من الإجماع، مش هنقولها، قد تكون تاريخية ولا يعمل بها. يعني الفقهاء الأربعة قالوها وأجمعوا عليها بس لا تخصنا في شيء ولا سياقات تاريخية. ده كلام فضيلة الإمام أهو، وده عين اللي بيقولوه التيار الإصلاحي. وأنا هخرج من النقطة دي لنقط كتيرة جدا في مسألة السياق التاريخي للفقه جدا. بس قبل ده خلينا نقف وقفة صغيرة وظريفة. يعني وعايز أقرأ لكم حاجة تشوفوها على الشاشة، هتشوفوها دلوقتي حالا. السؤال قبل ما أقرأه هو: فضيلة الإمام، حضرتك طبعا في كلماتك المرتجلة أو في كلماتك المرتجلة عبرت عن رأيك ورأي حضرتك رأي فضيلتك، لكن هل ده رأي المؤسسة؟ بما إن إحنا بنقول والله طب الفقه القديم ليس من العلم إن إحنا نحطه في دلوقتي لأنه سياقات تاريخية تانية، وأنا موافق مع شرحي اللي شرحته ان مفيش سياقات تاريخية، انما ماشي تمام حلو خطوة لقدام. وانه احنا بنقول النهاردة في دولة المواطنة 1 2 3 4. طيب، هو السيد عطية صقر، الشيخ عطية صقر، مين بقى يا جماعة عطية صقر؟ عشان في جيل عارفه وجيل دلوقتي ممكن يكون قدام الشاشة مش عارف. رئيس لجنة الافتاء في الازهر، مش واحد عادي، رئيس لجنة الفتوى السابق، وكان شيخ في التسعينات والثمانينات له شأن كبير في الفتوى، وكانت إذاعة القرآن الكريم كلها صوته يكاد يكون موجود طول اليوم، ده غير البرامج التلفزيونية. وكل من يعلم يعني الإفتاءات هيعرف عطية صقر أو صقر، ويتكلم باسم الأزهر كمؤسسة لجنة دائمة للإفتاء أو لجنة الفتوى بيسموها كده. طيب يا فضيلة الإمام، هل الشيخ عطية صقر كان في سياقات تاريخية؟ كانش في سياقات تاريخية، ده إن كانت موجودة يعني. هل الشيخ عطية صقر زمان أيام الاضمحلال في الأندلس ولا محاكم التفتيش ولا حروب الصليبية؟ الشيخ عطية صقر سنة 97 زي ما انتم شايفين على الشاشة، دي فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، المفتي عطية صقر، دي مجمع فتاوى، ده الكتيب، مايو 97. السؤال الذي وجه، رغم ان احنا اصلا هنتكلم عن تاريخية الفقه اللي الامام قالها الامام فضيلة الامام، لكن ده بس استطراد كده، استطراد مهم قوي يعني عشان نعرف ان في خلل قديما وحاليا. السؤال الذي وجه لرئيس لجنة الفتوى، مش بكلمك بالازهر،
يعني هذا الرجل يمثل صوت الأزهر للآن، الكتيب موجود وموجود على الإنترنت للشباب يعني اللي عايز يروح يحرق كنيسة ولا حاجة. السؤال بيقول: ما حكم الدين في بناء بيوت العبادة لغير المسلمين في بلاد الإسلام؟ كلام واضح. الجواب الشيخ عطية صقر بيجاوب، أنا هقراها مضطر يعني تاخد وقت. روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس قال اللي احنا قلناه من يومين، لا ده إجابة الشيخ عطية صقر، لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية. ده الشيخ عطية صقر. الجواب ده بقى جوابه، ذكر الشيخ أنه حديث مرسل لكن له شواهد كثيرة. خلي بالك من الكلام، يعني بيقول الحديث ده ممكن يبقى كده بس ليه شواهد كثيرة، فيه كلام كتير زيه، أنه مفيش قبلتين في أرض، يا قبلة مكة يا قبلة المسجد الأقصى، يعني مفيش كنيسة يعني. هو بقى الشيخ عطية صقر بيقول: قال صاحب المنطقة بعد إيراد هذا الحديث وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام أو سقوط الجزية بالإسلام وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة، وقد احتج به. واحد، ده الشيخ عطية صقر برضو، وروى ابن عدي عن عمر عن النبي: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. وروى البيهقي عن ابن عباس: كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير. ثلاثة، أخرج البيهقي وهو ضعيف، هو بيقول اللي له شواهد واللي ضعيف بس بيقول احتج به يعني جرى العمل عليه. أخرج البيهقي: كتب إلينا عمر: أدبوا الخيل ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب ولا تجاوركم الخنازير. وسنده ضعيف. ده الشيخ عطية صقر بيقول. وبعدين بيقول: جاء في كتاب الإقناع للخطيب وحاشية عوض عليه جزء 2 265 في فقه الشافعية، كنا قريناه أول امبارح برضو، أنه يمنع أهل الذمة من إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان في بلد أحدثه المسلمون كبغداد والقاهرة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولأن إحداث ذلك معصية فلا يجوز في دار الإسلام. خلي بالكم من كلمة دار الإسلام سنة 97، فإن بنوا ذلك هدم سواء شرط عليهم أم لا. خلي بالك، ولا يحدثون ذلك في بلدة فتحت عنوة كمصر وأصبهان، لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع أن يجعلها كنيسة، وكما لا يجوز إحداثها لا تجوز إعادتها إذا انهدمت. يعني حصل زلزال بعد الشر وبيت الله اللي اسمه الكنيسة وقع، ما تتقامش تاني ولا يقرون على كنيسة كانت فيه. ولو فتحنا البلد صلحا كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها بخراج، خراج يعني جزية، أو إبقاء الكنائس أو إحداثها جاز. ده بس اللي هي موجودة، لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى. فلو أطلق الصلح ولم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه، فالأصح المنع من إبقائها، المنع يعني هدمها، من إبقائها مش التصريح بغيرها، فيهدم أهو بيقول ما فيها من الكنائس، لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لنا، يعني البلد صارت لنا، أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها لأنها ملكهم، يعني أرض الكنيسة. وجاء في القرطبي جزء 12 صفحة 30 صفحة 70 أنا آسف في المسألة الخامسة: ولولا دفع الله، بيفسر الآية بقى هو إزاي، المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يتركوا أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعا، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة اللي هم المسيحيين يعني وجب نقضها، وينقض ما وجد في بلاد الحرب
من البيع والكنائس، وإنما لم ينقد ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة. يعني يتسابوا عليها بس اللي جوه بلاد الإسلام لأنهم ذمة، بيدفعوا جزية، خلي بالكم بيدفعوا جزية، لأنها جرت مجرى بيوتهم أو بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة، ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة، لأن في ذلك إظهار لأسباب الكفر. ده كل ده الشيخ عطية صقر بيجاوب على كل المذاهب، يعني بيقول كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله، عمالي يعني المحافظين، أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلد المسلمين من غير نكير. يعني تتساب إنما على كل الشروط اللي فاتت، جديدة لأ، تنهدم لأي سبب ما تتقامش تاني، تترمم لأ، تساع يعني توسع أو يزاد ارتفاعها لأ لأ لأ. هطلع فاصل دقايق وارجع لكم. رجعنا لكم. النوع الثالث اللي بيذكره الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى في الأزهر في الفتوى التي بتاريخ 1900 مايو 1997. يا فضيلة الإمام شيخ الأزهر، لم يكن الشيخ عطية صقر في أي سياق تاريخي من اللي اتحكى. دي الفتوى اللي رئيس لجنة الفتوى أجاب بيها باسم الأزهر على المذاهب الأربعة، إجماع. النوع الثالث ما فتح، اللي بيذكره الشيخ عطية صقر، ما فتح صلحا، وهو نوعان، أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج، يعني يدفعوا جزية عن بقاء الكنيسة نفسها، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها لأن الدار لهم على الأرض دي، أو أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم في ذلك وعمارتي، من إحداث ذلك وعمارتي. أما الحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه من الصلح، وإن وقعت كلها لم يجز بناؤها مرة أخرى، يعني وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وعن أحمد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها، يعني ترميم، ولأن استدامتها جائزة. يعني بعض الشافعية وقول أبي حنيفة بيقول لا، اللي احنا مثبتينهم عليها ما يزودوش عليها، لو وقعت نشيلها لهم تاني، نعملها لهم تاني، بس عشرت هي، لأن احنا أصلا كنا سايبينها من الأول. وجاء في كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، في شرح كنز الدقائق للزليعي الجزء الثالث صفحة 279، بيقول لا تحدث بيعة ولا كنيسة في دارنا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة. الخصاء كان حاجة بيعملها العرب زمان، طبعا الحديث ضعيف 100%، بس انت حط احاديث طلع حكم عليها، لانه جرت لا تحدث في دار الاسلام كنيسة في موضع لم تكن فيه، يعني جديدة، ويعاد المنهدم من الكنائس والبيع القديمة، لانه جرت توارث من لدن رسول الله بترك الكنائس في امصار المسلمين، ولا يقوم البناء دائما، فكان دليلا على جواز الاعادة، يعني يرمموا الكنائس برضو الجديدة، لا ما احنا في مشكلتنا في الجديدة بناء كنيسة. أما في الأمصار ذكر في الإيجارات أنها لا تهدم البيع القديمة بل تترك، وذكر في العشر والخراج كتب يعني للفقهاء أنها تهدم، يعني كمان الفقهاء مش مجمعين، قالوا ما تهدم، إيه المشكلة؟ دي فتوى الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى سنة 97. حد شاف فيها أي سياق تاريخي؟ طيب انتوا عارفين لما سيادة الرئيس في لقاء كده، كنت انا جبته من كلام كان قاله في مؤتمر الشباب، كنت جبته من شهر كده، لما قال احنا عملنا قانون لبناء الكنائس من 150 سنه ما اتعملش. فانا قلت لكم ساعتها صحيح في كان حاجه اسمها الخط الهمايوني من ايام ما يسمى السلطان عبد الحميد وقبله، ان عشان بناء كنيسه واحده في كل الدوله العثمانيه كانت بيتخذ أمر مش الوالي، مش الرئيس الحي، مش لا السلطان نفسه الخليفة، عشان كنيسة واحدة. دي كمان كانت ضعف، ولا السلطنة العثمانية ولا الخلافة دي قعدت 500 سنة متجبرة على الناس، إلا في أواخر عهدها لما بقت اسمها رجل أوروبا المريض. وبعدين الأهم من ده، مش دول، ده إجابة الشيخ عطية صقر على ما يعلمه هو كرئيس لجنة الفتوى عن الإسلام،
ما قالش سياقات تاريخية، ما قالش أي حاجة، بل إن سياق التاريخ إن سنة 97 عادي جاء بيقولوا له هنعمل إيه؟ نبني كنائس جديدة؟ قال لهم لا، الدين بيقول تعالى أقول لكم الأربع مذاهب بيقولوا ما تبنيش ولا واحدة جديدة، هم مختلفين بس في القديمة، نشيلها من على وش الأرض ولا نخليها؟ طبعا دي بلغتهم يعني. سيدي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إزاي نقول لهم الأزهر ما بيقولش كده؟ طب أنا مقدر جدا الكلام اللي فضيلتك قلته، طب والكلام بتاع الشيخ عطية صقر مش عايز مواجهة؟ طب والسياقات التاريخية اللي هي محدش ذكرها مش موجودة في عصور القوة كلها كانت الإجماعات دي، هنعمل إيه مع كتب التراث؟ هنفضل نقول إن هي كانت في سياقات تاريخية؟ ثم نرجع بقى للموضوع الأهم اللي إحنا ابتدينا امبارح، ده سؤال مهم. حضرتك يا فضيلتك قلت على اعتبار أنا هسكت يعني إن في سياقات تاريخية للفتاوى دي، وأنا مبسوط جدا وختمت بكده حلقة امبارح. السؤال، هل هذا يعني أن كثيرا أو أن بعضا، بلاش كثيرا، من إجماعات السلف التي أجمع عليها الأئمة الأربعة ومذاهبهم ما يسمى إجماع الأمة، نستطيع أن نقول أنه في سياقات تاريخية معينة، وهاخد كلام فضيلتك، ليس من العلم، ليس من العلم، ده بكلام فضيلتك، أن نستخدمها اليوم ولا نطبقها اليوم؟ وأنا سعيد سعادة بالغة وكل التيار الإصلاحي. إذن تعالى فضيلتك نوسع الدائرة شوية، نطلع لقدام شوية ونقول إن في أحكام أخرى نستطيع أن نقول أنها كمان لها سياقات تاريخية اجتماعية تخص الأئمة الأربعة، وليس من العلم بكلام فضيلتك إن احنا نستخدمها النهاردة، مش ده برضو صح؟ ولا هي في دي بس؟ طب ما احنا لما بنقول يا جماعة هذا كلام يخصهم ولا يخصنا، حضراتكم بنبهدل بهدلة فظيعة. طب تعالى أوريكم حاجة، من سنتين أول برنامج يعني بعد الأزمات اسمه الخريطة رقم 1 جزء الأول، شرحت في علم الحديث كله وبعض تخليق أو حلول الفقه القديم من سنتين، وقلت كلام مهم فيه في الحلقة 28 عن مشكلتنا مع الفقه، مشكلتنا النهاردة مع الفقه، ده في رمضان 2017 من سنتين. تعالوا نسمع انا قلت ايه. رابع حاجه بقى، ودي دي دي من دي انا بقى، والثلاثه دول انا يعني، انما بصوا بقى ده بقى دي اهم حاجه انا بنادي بيها بقى لي 3 4 5 6 7 10 سنين كده، من ساعه ما بدات كتابه من 2002 15 سنه. بصوا بقى حاجه اسمها ان احنا نقلب كلمه الفقه اللي بيتدرس لكلمه تاريخ الفقه. تاريخه عايز تدرسه؟ ما تقوليش هجاوب على الكلام ده النهاردة، هفتح الكتاب وقولك تعمل ايه وتسوي ايه وتطلق ازاي وتجوز ازاي، لا، بكل بقى المعايب اللي فيه البشرية، عايز تدرسه في التعليم الديني فوق راسي، بس قول للولاد ده مش للنهاردة، ده تاريخ الفقه. شفتوا انا بقول ايه من بدري من سنتين؟ ما قلتش انا حاجة غلط، قلت ان كل ازمة الفقه مش ان احنا بقى نمسك واحدة واحدة ونقول هنا قالوا لا غلط، زي ما انا تعبان دلوقتي، لو في إرادة بقى في المؤسسة نفسها وعايز يطور نفسه، هنحط كلمة واحدة جنب كلمة الفقه تخلصنا يا فندم من كل العذابات، وانت يا فضيلة الإمام قلتها. بس أنا بقى جايب الدايرة من آخرها عشان أنا دايما ببص لقدام وبأثر الطريق. أنا قلت إيه من سنتين ويا ما كتبتها زمان، قلت هنحط كلمة بس تاريخ الفقه، بدل كلمة يا أولاد نحن سندرس لكم في الكلية الفقه الإسلامي، لا يا فندم، ده فقههم هم بفهمهم هم، والأهم بقى زي ما فضلتك قلت لزمانهم هم، أنا مالي يا ده مش الإسلام، ده إسلام ينفع أيامه، ده أنا هتباسط وأقول كده، الأصل إن في أحكام ولا ليها علاقة بالزمان ولا المكان، أحكام كانت ضد القرآن صراحة، لكن أنا خلينا في النقطة دي لعلنا يعني نستفيد بالكلام القيم اللي حضرتك قلته يا فضيلتك، انه ده ليها سياقات تاريخيه ليس من العلم ان احنا نستخدمها، وانا سعيد مبسوط. انا بقى بقول ايه هنا؟ بقول نحط كلمه واحده بس قبل ما ندرس للاولاد في جامعه الازهر كلها
في كل أقسامها الفقه، نقول لهم يا شباب إحنا هندرس لكم تاريخ الفقه، كلمة تاريخ بس، تخلص جيل كامل وأجيال جاية بعده من كل عذابات. لأنه مهما بقى أرى، زواج الصغيرة، زواج الرضيعة، نكاح البهائم، قتل الكافر، أكل لحم المرتد، شوي المرتد، هدم الكنائس وحرقها، هنقول له يا فندم غفر الله لهم، بس ده تاريخ الفقه زي كده التاريخ الفرعوني، ملناش دعوة بيه، لا يخص حياتنا. شوفوا من بعيد في المتحف زي ما أنا كنت بقول زمان، ونتفرج عليه ونقول ونشد على أيديهم وندعو لهم بالرحمة، بس محدش بقى يجاوب منه النهاردة على الإطلاق، قطيعة معرفية تامة. لأنه والله 90% منه، بما إن حضرتك يا فضيلتك اللي قلت سياق تاريخي، يعني هم ممكن يجمعوا هم في نظر حضرتك على إن حاجة كانت بس عشان بيضايقوهم، مع إن ما كانش فيه مضايقات، إنما هنخليها بيضايقوهم. طيب بما إنهم عشان كانوا متضايقين عملوا إجماع، وعشان كانوا مش عارف إيه عملوا إجماع، ونرجع بقى لكلامي، وعشان نظرتهم للمرأة ساعتها عملوا إجماع، وعشان 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 عملوا إجماع، يبقى كل ده اسمه تاريخ الفقه. وما أنا بقى لما أجي للولادة أقول لهم هتقروا نكاح البهائم، هتقروا إن الأب ممكن يتجوز بنته من الزنا، هتقروا إن الابن ممكن يتجوز أمه والعقد صحيح وهو يعلم أنها أمه التي ولدته، لكن الجواز بعد كده يفسخ، ده مذهب أبو حنيفة. ومش عايز أكتر في الغرائب والعجائب والإجماعات، ده دي فتاوام الشخصية، ما بالك بقى بالإجماع. هنقرأ إن في إجماع على زواج الصغيرة، إجماع على حرمة المشاع، إجماعات بقى على قتل المرتد، إجماع على قتل الكفار، على عدم القصاص من قتل كافرا إن كان مسلما، القاتل يعني أبدا لا يقتص منه بالقتل، إجماعات بقى كلها لا علاقة لا بالإسلام ولا بحاجة. طب هنخليها سياق تاريخي ونقول جنبها كلمة أنا قلتها من سنتين، تاريخ الفقه يا سيدي، وعديها. وكل اللي يدرسوه نقول لهم معلش حصل خير، هم كانوا يعني وجهة نظرهم كده، أصل كانت الدنيا مضايقاهم والدنيا حر وكده. طب على العموم يا أولاد ده تاريخ الفقه، إياك يا ابني تعتقد إن ده الفقه الحالي أو الفقه اللي ممكن نجاوب عليه أو منه للناس. ونرجع لكلمتي القديمة الأثيرة إن لا نجيب على الأحياء من كتب الموتى، خلينا ننتج فقهنا النهاردة. أنا كده غلطت في حاجة بقالي سنين بقوله؟ طيب فضيلتك الحمد لله اللي أنا فهمه يعني يعتبر قلت بعضا منه، إنه يا جماعة ده كان ليها سياقات تاريخية معينة وأنا حابب جدا وموافق. طب وغيره ما كانش له سياقات تاريخية، بس هو الحكم ده اللي كان له سياقات تاريخية. طب أقول حاجة لعلها نكملها بكرة، بلاش كل الفقه نخليه تاريخ. أنا يا سيدي دايما يعني عايز كده إيه، أن ننظر للأمام دايما، وما يبقى فيه فعلا قطيعة معرفية، وده حلال مفيش حاجة غلط الحمد لله يعني. طيب خلينا نمشي واحدة واحدة، نعمل مؤتمر كده بين السادة في الأزهر وبيننا، ونمشي في المسائل الكبرى بس التي يعني فيها دماء وفيها مخالفة صريحة للقرآن، ونعدلها ونقول إنها برضو ليها سياقات تاريخية ملناش دعوة بيها وليس من العلم التعويل عليها ولا العمل بيها اليوم. زي طب ما تيجي يا فضيلة الإمام نوسع بس الدائرة شوية، ما بقتش بقى الكنائس، بص كده لو وسعنا الدائرة وقلنا طب إيه يمكن ده بكلام حضرتك أو بالاتجاه ده اللي أنا أؤيده جدا وبنادي بيه من زمن، طب ما يمكن فكرة إن أهل الكتاب أصلا كفار وده سبب الشرور اللي كتير من رجال المؤسسة احنا عارفين أسمائهم اللي طلعوا في التلفزيون وقالوا كفار مش سلفيين اهو، من الأخ مش عارف مين والناشئة مدرسة الكورة الصغيرة، الأولاد الناشئة بتوع الأزهر انتوا عارفينهم برضو بيقولوا نفس الكلام. طب ما تيجي نقول يا فضيلة الإمام، وتخيل بقى الأزهر لو قال إن كمان نوسع الدرجة ونقول إن أحكام الكفر التي ألصقت بأهل الكتاب في القرآن إنما هي ذات سياق تاريخي ليس من العلم العمل بها الآن، تمام كده يا فضيلة الإمام؟
ممكن تمشي دي. ليه؟ لأن فضيلة الإمام من يوم يومهم وهم الحقيقة الحكم ده مخالف للقرآن، لأن كل آيات القرآن لم تقل لحظة ولم تصف لحظة أهل الكتاب الذين كانوا أيام النبي محمد لا يؤمنون بدينه لم تصفهم بالكفار. إيه رأيك فضيلة الإمام نمد بخيط شوية ونوسع الدائرة ونقول دي كمان سياق تاريخي، والمرتد كمان، ونوسع بقى الدائرة كده حاجات اللي فيها دماء بس ونسميها تاريخ الفقه في هذه المسائل. لكن المشكلة إنه أغلب رجال مؤسسة. فبكرة هنكمل ده ونشوف القرآن بمناسبة السياق التاريخي اللي هو ملوش علاقة بالسياق التاريخي بمناسبة، يعني بمناسبة إن ده إجماعهم، يعني إجماعهم الكامل أن أهل الكتاب كفار يوصفون بالكافر. طب تعال نراجع ده مع الكنائس برضه. كمل بكرة وأشوفكم بكرة.